الحمد لله تمت يمكن بيني وبين لجنة التخطيط في النادي ان احنا ندي دورات او دايما محاضرات ثقافية لقانون وتعديلات الكرة الجديدة. فانا الحمد لله يمكن كلمت كابتن سمير وكابتن سمير رحب وكابتن سمير يمكن قال لي اول نادي في مصر يطلب الطلب ده، والراجل يعني الحمد لله انه جه وجه في ميعاده. الحمد لله اشتغلنا مع 2005 و2004 ودلوقتي في 2002 برضو بياخدوا هذه المحاضرة، لان اللعيب لازم يبقى عنده الثقافه. كلنا بنستفاد من القوانين الجديده واللوائح الجديده والجهاز الفني والاداري والطب، كلنا بنستفاد. والحمد لله يمكن اللعيبه طالعه مبسوطه، طالعه طبعا عارفه كل ما هو جديد في عالم كره القدم وفي قانون كره القدم. والكابتن سمير يمكن بيشرح بأني وببعض اللقطات كمان جايبه فيديو، فالحاجات دي كلها بتؤثر في اللعيب وتؤثر في فكر اللعيب وتؤثر ايضا في واهتم بالنواحي الفنيه والنواحي السلوكيه، ودي الحاجات اللي دائما بنهتم بيها داخل منظومه قطاع الناشئين في النادي الاهلي. فرق مسابقات النهارده لازم يبقى عارف القانون الجديد وعارف تعديلات القانون الجديد، فكل هذه الامور يمكن الكابتن سمير زي ما قلت لك شرح للعيبه 2005 و2004 كل ما هو جديد. اللعيبه الحمد لله دخلت حتى في مناقشه كانت جميله في بعض الحالات، مناقشه جميله في بعض برضه حالات كره القدم وفي الامور دي كلها. فاللاعب بيستفاد واللاعب بيثقف نفسه، ودي مهمه جدا ان اللاعب يبقى عارف كل كبيره وصغيره عن تعديلات كره القدم. والسلوك الرياضي في حالات طبعا كابتن سمير شرحها برضو، السلوك الرياضي دائما لان انا عايز دايما اللاعب يبقى عنده ثقافه فنيه كويسه جدا. شغل مدير الفني معاه بيبقى خلاص هو ايه اللي بياخده جديد، ولكن السلوك ده دي منظومه في النادي الاهلي. دائما اللعيب يبقى عارف سلوك وعارف ايه شخصيته وعارف سلوكياته، ودائما يلتزم بسلوكيات كرة القدم وسلوكيات اللي هي ما بتخرجش عن اطار منظومة النادي الاهلي وقطاع الناشئين في النادي الاهلي. وطبعا الحمد لله يمكن احنا شغالين كويس وشغالين زي ما قلت لك احنا على محورين، يمكن محور النهارده البطولات والحاجات اللي دائما بنبقى شغل جهاز فني، كل فرقة طبعا معاها جهاز فني، ولكن الحاجة التانية اللي برضو بنطور فيها وبنحاول بقدر الامكان نطور حسب لجنة التخطيط ان احنا برضو نشوف العناصر الكويسة، العناصر اللي نقدر نستفادها ان شاء الله او تفيد الفريق الاول. في حاجات طبعا يمكن كتير جدا اتقالت في هذا الاجتماع، وانا بشكر كابتن محمود الخطيب بشكر لجنة التخطيط ان في حاجات الحمد لله من 3 4 ايام او بعد اللجنة ما اجتمعت معانا ابتدت تبقى في حاجات تعديلات حتى في بعض القطاع في المنظومه كلها، ودي حاجه جديده على كره القدم في النادي الاهلي، واتمنى ان هي تستمر، واتمنى ان احنا كلنا داخل قطاع النادي الاهلي وقطاع الناشئين في النادي الاهلي نستثمر ان كابتن محمود الخطيب بيجتمع معانا، وان شاء الله للاحسن ان شاء الله دائما نبص للمستقبل ودائما نبص للنادي الاهلي، دائما بيبقى في احسن حال، دائما نادي بطولات، دائما نادي سلوكيات، دائما نادي على المستوى الفني نادي راقي جدا. ودي حاجه زي ما قلت لك التطوير في قطاع النادي يعني 10 سنين كمان وحاجات احنا بنقولها مش عايزين طبعا نعلنها دلوقتي، ولكن احنا الحمد لله شغالين في اطار زي ما قلت لك اطار برضو ان احنا دائما بنلتزم دائما في حاجات ما نقدرش نعلنها، والحمد لله احنا شغالين على كويس قوي دلوقتي. اي حاجه في كره القدم اي حاجه في النادي الاهلي دائما انا اعتز بيها ودائما بشتغل فيها وبشتغل بضمير وبشتغل بارتياحيه، ودي الحمد لله صفات يمكن انا حتى وانا لعيب وانا عندي 9 سنين ان انا اتربيت في النادي الاهلي وعشت في النادي الاهلي ودائما في خدمه النادي الاهلي في اي مكان.